فعالية تعرفني على كليتي. هدفنا الأساسي إنه إحنا نكون صلة الوصل بين الطالب السنة الأولى اللي جاي على الكلية والجو الجديد هو طالع منه. الطالب كان متعود على نظام مدرسة أو نظام مثلا كوزارة التربية أو كذا، انتقل من نظام لنظام تاني. نحن باعتبارنا الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، يعني نحن الهدف الأساسي تبعنا إنه نحن نكون هو المرشد للطالب. حبينا إنه نساعد الطالب الجامعي بأمور علمية بالإضافة إلى إنه نضيف له هيك لمسة معنوية بعد ما هو خالص بكالوريا، بعد ما كان في عنده مشاكل. يعني نحن بنعرف طالب بكالوريا طالع، يعني ما رح نقول محطم، ولكن طالع نفسيا هو بحاجة دعم نفسي. نحن اللي عملناه إنه أضفنا الدعم النفسي له. هي لفتة يعني كتير حلوة، لأنه نحن بالفترة الأولى كنا كتير ضايعين. يعني أنت بالفترة الأولى ما تفوت على الجامعة ضايع، ما عارفان تسجيل وين، ما عارفان المدرجات الدوام إلى ما هنالك. فوجود هاي القوة اللي خلينا نقول هي عم توجهك خلال أنت هاي الفترة الأولى هي مفصلية. يعني أنت هذا الشهر يا بحببك بالجامعة للأسف، يا أما أنت بتراكم هذا الأسر وأنت بتصير ما عاد حبب شيء لا المواد ولا الدراسة.